بدأت القصة بانتشار مقاطع فيديو ظهر فيها الطفل عدنان بموهبته الفريدة وعبر عن حبه لنادي الرجاء الرياضي، وتفاعلت إدارة النادي بسرعة حيث تم استقبال الطفل عدنان بأكاديمية الرجاء وتوقيع اتفاقية تكوين وتطهير مع ولي أمره. أعلن نادي الرجاء الرياضي يوم السبت انضمام الطفل عدنان الملقب بميس المغرب إلى أكاديميته بعدما تم تداول عدد من مقاطع الفيديو الخاصة به في منصة التواصل الاجتماعي. وقال الرجاء الرياضي في تدوينة عبر صفحته الرسمية إن إدارة النادي تفاعلت سريعا مع قصة اللاعب من خلال استقباله في الأكاديمية وتوقيع اتفاقية تكوين وتطهير مع ولي أمره. أضاف النادي: يرحب النادي بالطفل عدنان ويتمنى له مسارا دراسيا وكرويا ناجحا. وكان الطفل عدنان قد ظهر في مقاطع فيديو وهو يداعب الكرة بطريقة مميزة حيث أبان عن إمكانيات مذهلة، ما جعل البعض يلقبه بميسي المغرب.